في هذه الفقرة مشاهدينا رح نتكلم عن مواضيع عديدة ومنوعة. بما أن الحياة الجامعية ثرية جدا بالخبرات والفرص اللي تمنح أي طالب أو طالبة فرصة اكتشاف الذات وصقلها، اليوم معنا طالبة جامعية فعالة جدا لها العديد من الأنشطة والإنجازات اللي تساهم في تطوير مجتمعها. اسمحوا لي أرحب بضيفتي في الاستوديو الطالبة مها العلي، عضو لجنة شباب الرياض الاستشارية وطالبة علم نفس بجامعة الأميرة نورة، وأيضا مؤسس لفريق MS for MS. يسعد مساكي مها. أهلا فيك. ما شاء الله تبارك الله، يعني تنوعتي في أكثر من مجال وتخصصتي في علم النفس. خلينا نتكلم معك، أول شيء نبدأ معك في علم النفس ومن ثم نتكلم عن التخصصات الثانية. ليش اخترتي علم النفس؟ صراحة في البداية هو ما كان الرغبة الأولى أبدا، بس تعرفي لما يقول لك ربك يختار لك، فالحمد لله انحطيت في هذا المجال، والحمد لله أنه كان يعني شيء مرة كويس لي. أنا صقل لي شخصيتي بطريقة مرة كويسة، خلاني أعرف أتعامل مع الناس، يعني تقدر تقولي طور لي من شخصيتي بطريقة مرة كويسة، يمكن هو اللي خلاني أنجح أكثر من مجال. أنت الحين السنة الأخيرة، يعني باقي لك كم شهر وتتخرج من الجامعة؟ إن شاء الله. إن شاء الله نبارك لك من الحين إن شاء الله على التخرج. يعني علم النفس إيش ممكن يعلمنا؟ لو مثلا أنا إنسان حابة أدرس علم النفس، وش ممكن يعلمني؟ في البداية لازم إحنا نصلح أنفسنا، فعلم النفس بيشتغل علينا إحنا في البداية كفرد، الشخص الدارس لعلم النفس بندرس أنفسنا، بنعرف كيف نتعامل مع أنفسنا، نقاط ضعفنا، نقاط قوتنا، فين ممكن نوظفها. فهذا الشيء اللي حيفيدك أنت في البداية، بعدها حيساعدك كيف تتعاملي مع الناس. أنت توصل لمرحلة أنه أنت تعرفي الشخصيات اللي قدامك، كيف ممكن تتعاملي معاهم، يعني شوية أساليب. حلو. وفي صحيح يدرسوا علم الفراسة وهذه الأشياء اللي في كتب إحنا نقراها، أنه يقول لك موجودة من ضمن اللي متخصصين في دراسة علم النفس هذه الكتب؟ هي ممكن، بس لأنه علم النفس علم مرة كبير ومتفرع في أكثر من مجال، بس حاليا يعني أنا في علم النفس العام. علم النفس العام. وش حتصيري بعد إن شاء الله بعد التخرج؟ وش حابة تصيري؟ نقول إن شاء الله إذا ربي كتب لي أبغى أكمل دراسات عليا اللي هو الماستر والدكتوراه إن شاء الله في علم النفس الصحي، وبعدها إن شاء الله أتفرغ لمجال عملي. إن شاء الله. أيضا أنت عضو في رعاية الشباب، لجنة رعاية الشباب. لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية. لجنة شباب منطقة الرياض. كلمينا عن هذا الشيء، لأنه إحنا أول مرة يعني ما قد سمعنا عن لجنة شباب الرياض. طبعا يعني هذه مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، شاف أنه الشباب محتاجين يتواصلوا مع الأمارة بطريقة ما، وأنت عارفة يعني ما في التواصل القوي مع الأمارة، فأمر بإنشاء يعني هذه اللجنة بحيث أنهم يضموا نخبة من طالبات، يعني طلاب وطالبات الجامعات والمدارس من عمر تقريبا 16 إلى 29 سنة، مختارينهم بحيث أنهم يمثلوا هذه اللجنة، يمثلوا الشباب في هذه اللجنة. فالحمد لله وقع علي الاختيار أني أكون ضمن هذه اللجنة اللي هدفها أنه نكون إحنا يعني سلسلة الوصل ما بين أمارة منطقة الرياض وشباب منطقة الرياض. حلو. هذه اللجنة متى تأسست؟ توها قريب. دوبها قريب. يعني ما لها كم شهر؟ أيوة. أنا قلتي لي تحت الهواء أنه الافتتاح يعني تقريبا الحفل شهر 4 و5 افتتاحي كان 2 ديسمبر. طبعا هذا شيء جديد علينا، أول مرة يعني إحنا نعرف فيه أنه شيء اسمه عضو لجنة الشباب في منطقة الرياض. طب في معايير معينة بناء عليه وقع عليك الاختيار أنت؟ طبعا أول شيء أنا طالبة في المجلس الاستشاري الطلابي في جامعتي، وأشكر جامعتي أنها رشحتني لهذا المنصب لثقتها فيني. هم مختارين يعني أرسلوا طلب لوزارة التعليم بحيث أنهم يختاروا نخبة من طالبات وطلاب الجامعات والمدارس، فالحمد لله أنه وقع علي الاختيار وكنت عضو من هذه اللجنة. طب الحين يعني أنتم دائما صلة الوصل ما بين جيل الشباب مع إمارة منطقة الرياض، وش الرسائل توصلونها؟ يعني وش تخصصكم في إيش؟ يعني توصلوا رسائل في إيش؟ بالغالب إحنا بنشوف الشباب إيش محتاج. يعني أنت تعرفي في كثير شباب طموحين بس ما هم عارفين فين يفرغوا الطاقات حقتهم المكبوتة. فجات اللجنة هذه بحيث أنها إحنا نشوف ندرس احتياجات الشباب، الشباب إيش محتاج، إحنا نتواصل مع الأمارة بحيث أنه إحنا نطبق فعاليات أنه الشباب والله محتاج الشيء الفلاني. يعني مثلا نشوف كثير إقبال الشباب على مجال التطوع،
بينما في شركات تستغل هذا الشيء بالسلب. حلو. فإحنا كلجنة يعني بنحاول قد ما نقدر أن نوظف طاقات الشباب هذه في مكانها الصحيح. يعني أنتم أبرز فعالياتكم أنه ترشدون الناس، توجهونهم في الأعمال التطوعية فقط ولا في أشياء ثانية؟ مش في الأعمال التطوعية، إحنا ممكن برضو ندعم الشباب، يعني ممكن نعمل إيفنتس، نادي الشباب، نجهز لهم المكان كامل، هم يجوا يعرضوا مثلا شغلهم، إبداعهم، فنهم، يعني برضو يختلف من شخص لآخر، بس أنه إحنا الداعم للشباب، إحنا اللي حنشوف احتياجاتهم بإذن الله تعالى، ونحاول نوصل صوتهم لأمير منطقة الرياض. في أشياء جديدة، في برامج جديدة الحين مجهزينها للشباب؟ إن شاء الله عندنا دحين حملة قاعدين بنشتغل عليها. الهدف الأساسي منها هو أنه نعلم الناس ثقافة أنه يقوموا بمكانهم ويكون أحسن من قبل، اللي هو أجعل المكان أفضل من مكان. حلو. وحابين أنه إحنا يعني ما حنحطها كذا بس أجعل المكان أفضل من مكان، احنا ممكن نضيف لها فعاليات اللي هي الريسايكلينج، نعلم الناس كيف ممكن تعمل إعادة تدوير من أشياء كثيرة ممكن تكبها في الزبالة شايفتها ما هي مهمة. صح. فيعني هذه الخطة إن شاء الله القادمة اللي أول مرة تطلع. ولا خطة حلوة حبيتها. لازم تشرفينا إن شاء الله. لو تكلمنا عن، طبعا أنت ما شاء الله تنوعت في أكثر من مجال، يعني أنت أسستي MS4MS اللي هو التسلل اللويحي لمجتمعي، أيضا عضو في لجنة الشباب ودرستي علم نفس. طب كيف قدرتي تتواصلين مع الناس؟ كيف خلقتي فرص للتواصل مع الناس؟ وش كانت أدواتك؟ طبعا أول شيء علم النفس، قلت لك أنه مرة صقل شخصيتي بطريقة وخلاني أقدر أتواصل. أنا كنت إنسانة جدا خجولة، ما أقدر أتكلم مع الناس وعلى طول وجهي بيحمر وبستحي، فالحمد لله دخولي للمجلس الطلابي هو اللي صقل هذا الشيء فيني، خلاني أقدر أتواصل مع كل فئات الجامعة في البداية، مما سهل علي أني أتواصل مع الجهات الخارجية. حلو. يعني صرت بتكلم معهم بدون ما أستحي وأخجل وخلاص وعارفة الأنظمة تماما. ما شاء الله. يعني هو هذه الواحد تحمسين انه يدرس علم نفس، تخلينا لازم. طيب لو انتقلنا الى MS4MS اللي هو موضوع التسلل اللويحي لمجتمعي، وانت اسستي هذا الفريق، وش سبب اول شيء اختيارك لهذا المرض؟ وكيف جمعتي فريق حولك انت تقودينه؟ يعني انت الحين مديره هذا الفريق. عشان ما انسب الموضوع لنفسي، احنا 6 اعضاء مؤسسين للفريق، نتكون من 5 بنات وولد. معانا 2 مريضات تصلب، واحدة منهم بنت عمي هي صفيرة المرض في مستشفى التخصصي، والثانية صديقتي. كان سبب اهتمامي للمرض أنه أنا شايفتهم هم الاثنين فيهم نفس المرض، وقد اشتغلت يعني اتطوعت مع مستشفى التخصصي في تنظيم إيفنت لهذا المرض، فكان يعني حسيت أنه هم ما هم قادرين يوصلوا صوتهم للمجتمع. يعني استل أنت لما تيجي تتكلم عن سرطان الثدي وتقارنيه مثلا بالتصلب اللويحي، أبدا ما هم زي بعض، يعني هذا شهرته مرة واسعة. صح. بينما التصلب اللويحي الناس مرة تقول لك هذا في صرع، هذا في يعني شيء، يعني لا عالجوه بالقرآن، عالجوه كذا. أوكي إحنا ما نغفل عن القرآن وكذا، بس برضو في له علاج. فالناس صارت تجي تقول لك، أو مثلا يجيها دوخة يقول لك أنا فيني تصلب اللويحي، مرة غلط هذا الشيء. وعن نفسي أنا، لأنه أنا الجانب النفسي، فأنا معاهم، يعني أنا ماسكة في الفريق اللي هو الجانب النفسي. يعني برضو انت تعرفي لما الواحد تجي خبر انه هو مثلا مريض باي مرض ان كان، ما حيتقبل الموضوع في البدايه، فاحنا معاهم خطوه بخطوه بحيث انه احنا نخليهم يتقبلوا الموضوع، يتعايشوا معاه. وبالعكس الاهم شيء لمريض التصلب اللويحي صحته النفسيه. صحيح. فيعني انا بالنسبه هي النفسيه اصلا تلعب في كل شيء، يعني سواء كان عنده تصلب لويحي او سرطان او حتى لو ما عنده شيء، حرارته مرتفعه تقول له بتموت، اذا نفسيته حاس انه بيموت راح يموت. سبحان الله، هي النفسيه بالضبط. هي الاساس في كل شيء. طب في لكم فعاليات، لكم برامج بالنسبه انتم فريق مؤسس، اكيد لكم ايضا يعني مداخلكم في المستشفيات، فعاليات بالنسبه لهؤلاء الناس. احنا لسه فريق ناشئ، لسه ما كملنا السنة. بنحضر ان شاء الله لإيفنت مهتم بمرضى التصلب، بحيث انه احنا يعني نكون مؤهلين انه احنا نستقبل مرضى التصلب، نعمل بينهم جلسات حوارية، يتناقشوا فيما بينهم، يستوعبوا انه الاعراض تختلف من شخص للثاني. يعني ما يجيك مثلا مريض تصلب مرة حالته شديدة حيصير لك شيء، فالثاني يسمع منه. برضو احنا نبغى نجيب مثلا دكاترة. لسه الايفنت احنا شغالين عليه، ما حطينا الحجر الاساس حقه بالضبط، يعني متى حيصير، ايش البارتس حقته. متى اسستوا فريق MS4MS؟ تقريبا بدايه 2016.
يعني السنة هذه؟ أيوه، لأنه ما سوينا ولا إيفنت إلى دحين، إحنا بس بنشارك في الفعاليات المقامة، فعاليات الصحية بالغالب. بنكون موجودين، بنحط لنا بوث، بنتكلم عن المرض، بنتكلم عن المجموعة إيش أهدافها، بنشوف مرضى التصلب، بنحاول نتواصل معاهم، بنعمل يعني عملنا إلين دحين شبكة بسيطة، لأنه مو كل الناس بتتكلم إنه فيها تصلب لويحي، يعني لسه ما صار عندهم الجرأة إنهم يتكلموا إنه هم مريضين بهذا المرض. ما تحسي شوية تصلب لويحي موجود في المملكة أكثر من الدول الأخرى؟ يعني أنا ملاحظة إنه هذا المرض يعني منتشر بكثرة في المملكة. هو اللي أنا أشوفه إنه تقريبا في كل الدول نفس الشيء، بس الفرق إنه يعني هنا شيء ربما جديد. إحنا هنا مسلطين الأضواء عليه أكثر، لأنه هنا شيء جديد كمان، وكل شيء جديد يجي عليه الضوء بشكل أكبر، فتقريبا هذا هو. لو يعني أنت الحين نرجع إلى لجنة شباب الرياض، طبعا خلصنا إحنا موضوع التصلب اللويحي وفعالياتكم ونشاطاتكم، إن شاء الله نتمنى أنها تكون فعاليات ونشاطات قوية جدا الأيام الجاية إن شاء الله. خلنا نرجع إلى عضو لجنة الشباب، نبي نعرف الأيام الجاية إيش مشاريعكم فيها؟ زي ما حكيت، وإيش مسؤولياتك أنت بالضبط؟ يعني أنت عضو موجود، عضو مهم فيها، إيش مسؤولياتك كمها العلي؟ أنا تقريبا ماسكة جانب العلاقات العامة والتطوع في اللجنة. نبغى نشوف إيش احتياجات، لأن أنا مرة مهتمة في التطوع، ومجموعتي أساسا يعني هي مجموعة تطوعية، فحاولت أني أمسك في اللجنة موضوع التطوع والعلاقات العامة، لأني مرة أهوى أني أتكلم مع الناس وأتواصل معهم. أكيد بعد ما درست علم نفس أكيد بصير أهون لك. فماسكة أنا التطوع، بحيث أنه إحنا حابين نشوف الشباب إيش المجالات اللي هم حابين يتطوعوا فيها، يعني يكونوا معانا، يكونوا يعني ماشيين في خط صح، ما في أحد يستغل طاقاتهم الكامنة فيهم بطريقة سلبية. في العلاقات العامة برضو إحنا يعني المسؤولين نتواصل مع الجهات المسؤولة، مثل عندك وزارة التعليم، عندك هيئة الترفيه، طبعا هيئة الترفيه إن شاء الله يعني المستقبل جاي وحتشوفوا فعالياتنا معهم بإذن الله تعالى، لأنه تعرفي إحنا هنا ما عندنا، الشباب ما هم لاقين مكان يجلسوا فيه، فتلاقيهم يا كافيه يا مطعم، راحت الفلوس وسمنوا وخلاص. فالهدف وش حقنا وش ممكن يصير في الأيام الجاية؟ هيئة الترفيه وش مجهزت لنا؟ هيئة الترفيه أنا صراحة ما أقدر أتكلم لك عنهم لأني ماني معهم، بس إن شاء الله إذا معانا إحنا أنتم الحين في بينكم وبينهم تعاون. أيوه إن شاء الله إحنا التعاون حقنا حيكون لترفيه الشباب، ممكن مثلا نستغل أماكن التجمعات الشباب نعمل لهم فيها فعاليات تهمهم، يعني مثلا الشباب ممكن نهتم لهم بالجانب الكروي، البنات ممكن نشوف لهم إيش اهتماماتهم هم بالضبط. إحنا برضو عندنا في لجنة شباب منطقة الرياض إحنا مقسمين للجان، عندنا لجنة الرأي العام هذه حتاخذ استفتاءات وحتنزل وحتشوف الشباب إيش محتاجين عشان نقدم الحاجة اللي هم محتاجينها بالضبط. حلو، يعني أكيد في كثير احتياجات الحين للشباب صح؟ وش أبرز الأشياء اللي ممكن توصلوا لها الأيام الجاية، اللي حابين توصلوا لها، الأهداف اللي قاعدين ترسموا لها؟ الأهداف يعني احتياجات الشباب كثيرة والمتطلبات كثيرة والحياة كمان متطورة. نبغى نمكن الشباب بالأصح، يعني هذا أهم شيء، نمكن الشباب بحيث أنهم يقدروا يتعاملوا مع حياتهم، أوقات الفراغ حقتهم كيف ممكن يستثمروها بطريقة ترجع لهم بفائدة، يعني أحسن ما هو قاعد بيتطوع عشان يأخذ له شهادة، بس هو بيتطوع مثلا في شيء يحبه، بينما يقدر ينمي موهبته يطلع مثلا بالبزنس حقه. أكيد أيوة. ومهم جدا، يعني مو بس الدراسة صارت لها أهمية كبيرة في حياتنا، الحين صار كل واحد لازم يكون إلى جانب الدراسة يكون عنده بزنس الخاص. بالضبط. طبعا بما أنكم أنتم في الأعمال التطوعية يعني مهتمين كثير في هذا الجانب، كيف لقيتوا الإقبال في المملكة على الأعمال التطوعية؟ الإقبال صاير كبير مرة، يعني الحين لو تقولي لأي أحد تعال تطوع حاعطيك شهادة، حتى لو أنا شركة وهمية قاعدة أستفيد من وراك، حيجي. صار عندهم يعني ما عندهم للأسف المعنى الصحيح للتطوع، التطوع لك حقوق زي ما عليك، فحرام. قلتي أنت في البداية أنه الشباب يتعرض للاستغلال من عن طريق الأعمال التطوعية،
فلازم يعرف حقوقه ويعرف وش له وش عليه. عندنا الجمعية السعودية للعمل التطوعي بتقدم دورات كثيرة عن مبادئ العمل التطوعي، بس الشباب للأسف يعني ما بتلقيه يميل للدورات قد ما بيميل إنه ينزل ميدان ويقعد يدور ويعمل ويتطوع وجمعيات وأشياء زي كذا. طبعا أنا أبدا ماني ضد الجمعيات معاهم، بس أنا بتكلم عن الجهات اللي تستغل طاقاتهم بشكل سلبي. أكيد يعني، وإحنا كمان أكيد معاك بما أنه ما شاء الله يعني في أكثر من جانب لك اهتمام وفي أكثر من شيء مفيد للمجتمع لك اهتمام، أكيد إحنا بنكون معك وإن شاء الله بيكون لنا مساهمات معك بإذن الله. خلنا نسألك على الأيام الجاية، وش طموحاتك وإيش اهتماماتك الأيام الجاية؟ إيش راح تقدمي لنا يا مها؟ إيش راح أقدم لكم؟ حاليا يعني الخطة حقتي أبغى أخلص دراستي، بعد دراستي أبغى أتعمق أكثر في علم النفس، يعني أبغى أبدأ أدخل مجال المستشفيات، مرة أحب أكون مع المرضى. يعني ممكن إن شاء الله يصير لك عيادة خاصة فيك الأيام الجاية السنوات القادمة بإذن الله. ما في شيء صعب. ممكن، لا تستبعدي أي شيء. برضو أنا بميل لمجال المعارض والمؤتمرات، فبتلقيني دائما تلقيني لازم أزورها إيش ما كان يتكلم عنه المعرض، باستثناء الصناعة والأشياء هذه لا مالي فيها، فبتلقيني بدور باخذ فكرة. يعني ممكن في المستقبل تلقيني فاتحة شركة تنظيم معارض ومؤتمرات. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. أكيد حبيبتي، تسلم. شكرا لوجودك معنا لليوم، سعدنا بحديثك و بأيضا تخصصاتك الممتعة اللي إن شاء الله اللي قاعدين يشوفون الفقرة الحين مستفيدين منها، وإن شاء الله يكون لازم يشاركونا كمان الشباب إن شاء الله بإذن الله. أكيد الشباب ما شاء الله عليهم، سواء كانوا بنات أو شباب ذكور، حابين مجالات التطوع مثل ما قلتي، وحابين أنه يكون عندهم خبرات وإكسبرينس للأيام الجاية. شكرا لك حبيبتي. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مثل ما شفتوا مشاهدينا، كانت معنا مها العلي عضو لجنة شباب الرياض الاستشارية، وأيضا طالبة في علم النفس في جامعة الأميرة نورة، وعضو مؤسس في فريق MS4MS. نشكر حضورها معنا لليوم. فاصل قصير ونواصل.